منشآت وهياكل تربوية شكلت إضافة هامة لقطاع التربية بولاية مستغانم، تم في تصميمها مراعاة جميع متطلبات التمدرس الجيد لفائدة التلاميذ. المدرسة جميلة ونظيفة وأعجبتني كثيرا. كل شيء هنا متوفر وقد أعجبتنا هذه المدرسة كثيرا. ظروف مهيئة لإنجاح حصة التربية البدنية، والشكر من هذا المنبر لمدير التربية التي هيئت لنا كل الظروف لإنجاح هذه الحصة. كنا في المدرسة القديمة، كنا في اكتظاظ، كنا في يعني نخدم بأفواج. الآن الحمد لله يعني فتحوا لنا هذه المدرسة، الحمد لله يا ربي تهنينا من هذاك الاكتظاظ، والتلاميذ يلقاو راحتهم. واستكمالا لتعميم اعتماد الرغمنة، حديث في أفق تاريخ الثاني من شهر مايو المقبل عن بداية التسجيل عن بعد في السنة الأولى ابتدائي. سيشرع ابتداء من دخول المدرسة المقبل في تنفيذ وتسييد تخفيف المناهج والبرامج، ونبدأ من البداية، والبداية هي التعليم الابتدائي. وبداية التعليم الابتدائي هو الطور الأول. ما هو الطور الأول في البداية في التعليم الابتدائي؟ هو السنة الأولى والسنة الثانية من تعليم ابتدائي، هذا هو الطور الأول. ولكن بمواد كذلك، هناك مواد ما تبقاش، لكن بخصوص مواد الهوية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية، هذه تبقى في كل الأطوار وفي كل المستويات، لا مساس بها. ستقلص عدد المواد إن شاء الله، يعني لما يقلص ستؤجل إلى مستويات أخرى، ويفقى آليات مدروسة وتم إقرارها من طرف خبراء وليس من طرف الإدارة، يعني إقرارها من طرف المجلس الوطني للبرامج ومن طرف المفتشية العامة. هي إصلاحات تسهر الدولة على تبنيها لرقمنة القطاع وإضفاء الشفافية في التعامل.